إذا زي ما ذكرنا يا شباب، اليوم بدنا نحكي عن التوبلز. التوبلز باختصار هي عبارة عن ليست، تمام؟ كيف يعني مثل الليست؟ زي ما شفنا سابقا انه انت بتعرف ليست اوف فريندز بهذا الشكل، اقواس بهذا الشكل، وبتعمل اكسس باستخدام الاندكس. كذلك ممكن انه انت تسوي تابل نفس الكيفية وتعمل اكسس لأي عنصر باستخدام الاندكس بهذه الكيفية، وتعمل لوب باستخدام الايتريشن فاريبل، او لوب باستخدام الاندكس على التابل مثل الليست بالضبط. ولكن شو الاختلاف؟ انه زي ما اتفقنا انه الليست اميوتابل. شو يعني اميوتابل؟ غير قابلة للتعديل. يعني لو شفنا انه هنا حاولنا نعدل العنصر في اندكس 2 فريند تابل اوف الاثنين بتساوي محمد، حيعطيني ايرور لانه الليست اميوتابل. Type error: Tuple object does not support item assigned. هذا أول اختلاف. Replace لإيش؟ هديك في string. نعم. لو رجعنا لموضوع immutable، حكي في شغلة immutable مرت علينا سابقا. إيش هي؟ list of string او list of characters اللي هي عبارة عن string. يبقى list عموما immutable، ولكن في عندك string immutable وكمان زيد عليهم tuple immutable، تمام؟ يبقى list عادة mutable، قابلة للتعديل، تقدر في اي عنصر تحط الindex تبعه وتحط value جديدة تتعدل القيمة، الا string immutable والtuples immutable، تمام؟ لو اعتبرنا انه الليست او التابل انه هي عبارة عن ليست، يبقى هذا هو الاختلاف الاول انه هي immutable. الاختلاف الثاني، مدام انه هي immutable بنعدلش عليها، معنى ذلك انه هي راح تكون ابسط في التعامل واكثر فعالية في الذاكرة والبرفورمانس الاداء من الليست، معنى ذلك انه حيكون التعامل معها اسرع. معنى ذلك اذا كان عندك بيانات كثيرة، والبيانات هذه انت عارف انه انت مش راح تعدل عليها، انه انت بس بدك تقرأها وتحللها، تمام؟ فبالتالي بيصير من الاسرع انه انت تتعامل معها كتابل افضل ما انه انت تتعامل معها كليست. ليش؟ لانه بتكون اسرع في الذاكرة، تمام؟ لو اجينا شفنا هنا في العمليات ايش الشغلات اللي بتقدر تسويها في التابل وبتقدرش تسويها في الليست. لو شفنا دوال الليست، عندي الابند، الكاونت، الاكستند، اندكس، انسيرت، بوب، ريموف، ريفرس، سورت، هذول كلهم مرينا عليهم في الليست. بينما في التابل في عندك فقط دالتين، ايش هما؟ الكاونت والاندكس. كاونت بتعدل لك عنصر معين قديش انه هو التكرار تبعه، والاندكس بتجيب لك الاندكس تبع عنصر معين، فقط هدول الدالتين، تمام؟ فبالتالي هي فعلا immutable، تمام؟ نيجي الان لموضوع tuple assignment. assignment تعيين قيم. يعني tuple احنا اتفقنا انه عناصر بتكون انا عندي في اقواس زي هيك، يعني الاكس y بتساوي 4 وفريد، معنى هذا الكلام انه الاربعة راح تروح للاكس، لا لفريد للواي. انا حكيت انه الاربعة بتروح للاكس ومعنى ذلك انه الواي راح تروح ل، انا وقعت في نفس الغلط، لفريد بتروح للواي، تمام؟ فبالتالي قيمة الاكس راح تكون 4 والواي فريد. هذا الكلام مر علينا سابقا في دالة الديف مود اللي هي باقي القسمة وناتج الناتج العدد الصحيح، تمام؟ لأنه في الدالة احنا هنا بنرجع قيمتين، هنا من بعطي له رقمين x و y، منجيب باقي قسمة x على y والناتج كعدد صحيح ال x على ال y، هنا بخزنهم في الريمايندر والريزلت وبنعمل return للريمايندر والريزلت، تمام؟
لو استدعيناها 23 و 5 باقي قسمة 23 على 5 3، لأنه 4 في 5 20 والباقي 3، فعشان هيك حيرجع للناتج كطبل، باقي القسمة والناتج كعدد صحيح. فما دام انه هو برجع النتيجة هيك كطبل، معنى ذلك انه انا ممكن اعمل assignment بهذا الشكل، انه احكي A و B بتساوي my div mod 23 5، معنى ذلك انه الثلاثة حتروح لمين؟ للA، والأربعة للB. هاي شوف قيمة الA وقيمة الB، تمام؟ نيجي الآن للديكشنري. حكينا انه في صلة قرابة بين التابل والديكشنري. شو هي؟ لو كان في عندي ديكشنري هو عبارة عن محتويات حقيبة زي ما شفنا المرة الماضية، في عندي كتاب واحد كي وفاليو، في عندي ثلاثة كاندي، وفي عندي قلم واحد. لو أنا طبعت الايتيمز كيف برجع لي اياه؟ تابلز بين أقواس، يبقى كي وفاليو، بحط لي اياهم جمع لي اياهم في تابل واحد زي هيك كي وفاليو، تمام. فبالتالي هاي الصيغة for k, v in bag.items صارت مألوفة أكثر بالنسبة لإلكم، معنى ذلك إنه الكي راح يروح للكي والفاليو راح تروح للفي بهذا الشكل، صارت مفهومة أكثر، صح؟ لو إحنا طبعناهم في دالة فورمات، بس عشان أعمل لك إنعاش للذاكرة إنه أنت تتذكر الدوال اللي إحنا أخذناها في السترينج من هدالة الفورمات، أنا عندي هنا العنصر الأول سلاش تي العنصر الثاني، فبالتالي هنا راح يطبع الكي سلاش تي في، تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ ليش مش واضح؟ لفورمات؟ حقيت هنا فورمات، انت تطلع انت في عندك قوسين، صح؟ هاي القوس الاول والقوس الثاني، وفي الفورمات كم باراميتر ممرر؟ ممرر 2، فبالتالي الكي حياخده في القوس الاول، تمام، والفي راح ياخذها في القوس الثاني. طلع كيف الناتج. خليني اعمل ريستارت للكيرنل واعمل رن للاول من الاول. تمام، هاي شغال لغاية هنا الايرور. هاي شوف النتيجة اللي بعده اللي بعده. هنا شوف ناتج دالة الفورمات، فهنا طبع لك العنصر الأول سلاش تي العنصر الثاني، وهنا معنى ذلك إنه أنت لو حطيت له هنا ثلاث أقواس، معنى ذلك إنه هنا لازم تمرر له ثلاثة باراميترز، فهو بيستبدل كل عنصر كل باراميتر في دالة الفورمات بالترتيب، تمام، بروح بحطهم في الأقواس هذه بهذا الشكل، تمام؟ واضح؟ دوت ايتيمز هيا بترجع لك عناصر الديكشنري از تابل. يعني ايش بروح بيسوي؟ بروح باخذ البوك والواحد بحط لك اياهم كتابل، هيهم بين قوسين بوكس كوما واحد. انت عندك كي وفاليو كاندي ثلاثة، حيحط لك اياهم كتابل وهكذا، تمام؟ وين الثلاثة؟ وين الثالث؟ ماشي، في 4 حيلف على العناصر، بس انا عندي هنا عنصرين اللي هو الكي والفاليو، انا طبعت عنصرين كي وفاليو في كل لفة، تمام؟ تمام؟ في سؤال؟
اللي بيسأل سؤال نديله علامة. علامة؟ ايش هاي بالمناسبة مش تابل كومبريشن، تابل كومبارزن، مقارنة. تمام؟ لاحظ هنا في المقارنة انه انت ايش بروح بيسوي. المقارنة بالمناسبة احنا ليش محتاجين نفهم المفهوم تبعها؟ لانه احنا حنحتاجها في الترتيب، لانه انا عندي بدي اعمل ترتيب للديكشنري، مش برجع لي اياه كتابلز، كيف بقارن انه هذا التابل اكبر من هذا التابل؟ لانه دالة الترتيب اصلا كيف بترتب؟ انه بتشوف العنصر الاصغر وبتحطه في الاول، صح؟ فبالتالي لازم نعرف كيف بيتم الترتيب في التابل، كيف بيتم المقارنات. المقارنات حقيقة بروح بعمل مقارنة لعنصر عنصر، ايش الاشارة هنا؟ اصغر. اذا كان العنصر الاول اصغر من العنصر الاول، مباشرة برجع ترو بتطلعش للباقي. تمام؟ زي ما في عندنا في الحالة هذه، هي زيرو وخمسة، خلاص ترو. حتى ولو كان في عندك عنصر مش أصغر من العنصر المقابل، يعني هنا أنا عندي 0 5 مين أصغر؟ 0، يبقى ترو، على الرغم من أنه أنت عندك الثلاثة مش أصغر من الاثنين، فولس على أول رقم. تمام؟ في عندي الحالة الثانية، في حالة تساوي بروح بتطلع على العنصر اللي بعده. نعم، يعني هنا 0 0، ايش العملية؟ اصغر، لا خلاص روح اتطلع على العنصر الثاني اللي هي 1 و3، 1 اصغر من 3 فعلا ترو، اطبع. تمام؟ في حال كان العنصر الاول مش اصغر، اكبر في الحالة تبعتنا، انه هنا انا عندي المقارنة اصغر، فبالتالي فولس على طول، بتطلعش للباقي. كمان مرة من الاول، يبقى بتطلع على عنصر عنصر. اذا في مثالنا انه اصغر من العملية، اذا العنصر الاول اصغر من العنصر الاول، معنى ذلك انه ترو مباشرة. اذا بيساوي، انتقل على العنصر الثاني، اعمل مقارنة وطبق نفس الخطوات. اذا اكبر فولس. كمان مرة، اذا اول عنصر فعلا اصغر من اول عنصر ترو، ناتج ترو، بتطلعش على الباقي، بنتقل على الثاني في حال انه العنصر الاول بيساوي العنصر الاول، وبطبق نفس الخطوات. في حال كان انه العنصر الاول اكبر من العنصر الثاني مش اصغر، معنى ذلك انه فولس مباشره، بتطلعش على الباقي. هاي الشغله اساسيه، تمام، عشان انه انا بدي ارتب، مش هادو هذول عباره عن كيو فاليو، معنى ذلك انه حيطلع على العنصر الاول، في حال التساوي حيطلع على العنصر الثاني. طب لو كان العناصر مش ارقام، string، ايش في عندي هنا؟ جونز وجونز، معنى ذلك انه جونز في هنا تساوي، راح يطلع على سالي وسام. سالي وسام انا عندي اس اي اس اي، فايش راح يطلع؟ اول حرف مع اول حرف، لا شوف لي الثاني، ثاني حرف بيساوي ثاني حرف، لا شوف الثالث، ال مع الام، مين بيجي قبل؟ ال. نعم، فبالتالي انه اصغر فعلا، لانه ترتيب الامجد تبعها قبل. تمام؟ طيب نيجي نطبق هذا المفهوم على الدكشنري، لانه انا عندي هاي الدكشنري لما اجيب الايتيمز بتجيب لي اياه ك تابلز. ايش انا عندي دكشنري؟ A 10، C 22، B 1. هاي الايتيمز تبعته A C B 10 22 1.
بهذا الشكل. في عندي دالة sorted، هذه دالة built in تعمل ترتيب. كيف بتعمل؟ ايش مبدأ الترتيب؟ انه هو بروح بفحص مين الاصغر بحطه في الاول بهذا الشكل. وفهمنا مبدأ انه كيف المقارنات بتتم في التابل. معنى ذلك حيجي يتطلع هل الـ A اصغر من الـ C؟ اصغر من الـ C، يبقى الـ A في مكانها الصحيح. طيب هل الـ C اصغر من الـ B؟ لا، الـ B اصغر، معنى ذلك انه الـ B لازم تيجي قبل. فبالتالي ناتج الترتيب ايش راح يكون؟ A B C. فبرتب حسب الكي بهذا الكيفية، بتطلعش على الفاليو. متى بتطلع على العنصر الثاني؟ في حال تساوي الكي. تمام. طب ممكن هذا أرتبه بترتيب عكسي برضو أبجدي بس عكسي، حيكون C C B A بهذا الشكل. نعم. كيف عملناها؟ باستخدام باراميتر ريفيرس بيساوي ترو. فبالتالي صار الترتيب عكسي، بدل A B C صار C B A. يعني بقياس بتطلع على هاي الشغلات انه إلها تمثيل كاسكي كود. تمام. او بالاحرى انه في عندك شغلة اسمها type error، بيقدرش يقارن string مع character. انه هذا الكلام انه انت تحكي هل، او بلاش بالهل، انه هل انه التلاتة اكبر من ال A، شوف الناتج type error، بيقدرش يعمل مقارنة. هدول incompatible type، انه الانواع تبعتهم مختلفة. تمام. طيب يبقى هنا شفنا كيف بدنا نرتب الديكشنري باستخدام الكي. يبقى هنا خليني اضيف لك اياها انه لا، لأنه البراميتر هذا ريفيرس هو عبارة عن براميتر لدالة السورتد. تمام. هي في حد ذاتها مش أوبجكت عشان تعمل دوت، هي عبارة عن دالة. الأوبجكت تستدعي منها دوت، أما الدوال لا. يعني دالة الماكس دالة بلت إن، تقدر تعمل ماكس دوت لا. انت بتقصد انه هي هذه كليست انه انت تستدعيها، انه هي ما دام انه هي بترجع ليست انه انت تعمل ريفرس. بزبط، صحيح صحيح كلامه. تمام. يعني هنا زميلك بيقول انه هذا الكلام ممكن انه احنا نكرره هنا ونحكي هنا دوت ريفرس. كيف عملنا هذا الكلام؟ لانه هاي القيمه اللي بترجع معايا هي عباره عن ليست، ما دام انه هي اوبجكت بقدر استدعي دوت ريفرس لانه دالة الريفرس موجودة في الليست. خليني اعمل ريستارت. Restart and run all cells. وصلنا هنا. السيلز اللي بعد الايرور خلص بتوقف بكملهاش، فعشان هيك انا بكمل.
هاي بالمناسبة أنه لازم أحطها في جملة برنت. أوكي. ممكن هنا sorted ديك تساوي هذا الشكل، وبعدها بنطبع print plus sorted. هي حرجع لك إياها كليست، تمام؟ هنا يبدو انه هي ما بتزبطش، لانه هاي يفترض انه التايب تبعها ليست، انه بتطلع معايا يعني هذا الكلام ممكن نتاكد منه في البي شارب. هاي انا عندي الدكشنري، بعمل sorted d.items، reverse sorted d، print sorted. اوكي طيب، لو عملنا زي هيك وهنا عملنا ريفرس، افترض انه برضو نعم يبقى ما بتزبطش. يبقى هنا احنا هاي بدنا نشيلها، هاي صح؟ احنا توقفنا عند هنا انه لما زميلك سأل انه لو كان الكي مختلف التايب تبعه بينفعش انه يعمل مقارنة بيعطيني تايب ايرور. هذا الكلام لو احنا بدنا نعمل سورت للديكشنري باستخدام الكيز، لو بدنا نعمل سورت باستخدام الفاليوز ايش بدي اسوي؟ بدنا نضطر انه احنا نعكس الكي يصير مكان الفاليو والفاليو تصير مكان الكي. فبروح بعرف temp list بهذا الشكل، تمام؟ بروح بلف كي وفي دي دوت ايتمز، بعمل ابند في التمب ليست في وكي بس كتب، بحطهم بين قوسين في وكي. فبالتالي هنا لما بده يجي يرتب بتطلع على العنصر الاول اللي هو الفاليو، تمام؟ فهذا لو انت اجيت اطلعت على الليست صار في عندي عكس value key بدل key value 10 22 1 وال A C و B. لو عملت sort لهذا الكلام راح يعمل لك sort على اساس ال value في هذه الحالة، فحيصير حيرتبهم ترتيب تصاعدي 1 10 22، طلعش على الكي، طلعش انه لا ال A لازم تيجي اول لانه انت عندك هنا هاي B C بي اي سي، على اساس انه انا عندي اول عنصر 1 بعديها 10 بعديها 22، تمام؟ وهذا الكلام ممكن نرتبه ترتيب تنازلي من الاكبر للاصغر، فبيصير 22 10 1.
هذا الكلام هيو حوالي 3 سطور ممكن نعمله في سطر واحد أسهل زي ما كنا نلعب في تغيير الفور ترتيب الفور احنا نعمل فور item in list اعمل لي كذا لا احنا بنحكي انه اعمل لي كذا فور زي كل يوم انا بروح الجامعة على الجامعة بروح كل يوم فبالتالي هنا بدي اعمل sort لاحظ بدي اكتب لك اياها من اول وجديد هنا يبقى انا هاي sorted دالة sorted هاي ها قوسين زي هيك بدي احط لك وسع وايش بدي اعطيها list ايش بدي اعبي في الليست الفي والكي لانه بدي اياه يرتب على اساس الفاليو وهذا الكلام بدي اعبي العناصر في جمله فور فور كي في ان دي دوت ايتمز تمام فبالتالي انت بتعملها بسطر واحد بهذا الشكل ممكن تعملها برضو ريفيرس ممكن انه احنا نمرر له باراميتر ريفيرس نفس الكلام هنا الريفيرس لمين لدالة السورت تمام فبرتب لك اياهم ترتيب تنازلي من الاكبر للاصغر نعم وهنا لو قلت لك بدي تجيب لي التوب 2 حسب الفاليو بدي اعلى قيمتين ايش بتعطي له هنا لانه هذه هي اصلا بترجع ليست فانت ممكن تقول له هنا من الاول لاثنين وانت بتكون متاكد انه هدول التوب 2 بهذا الشكل فايش حيرجع لك ال 22 وال 10 هدول اعلى قيمتين فبالتالي بيكون في عندك نص سؤال زي هيك اكتب برنامج ياخذ انبوت من المستخدم وايش بيعمل المطلوب الاول يطبع لي الكلمات مرتبه بترتيب ابجدي طبعا كلمات تكرار الكلمات الكلمات word count مرتبة بترتيب أبجدي يعني حسب الكي تمام والمطلوب الثاني بدي أعلى 5 كلمات إلها أعلى تكرار معنى ذلك أنه هنا ترتيب حسب الفاليو وتجيب لي التوب 5 واضح شباب طيب هنا أول خطوة نعمل count كيف نعمل count هاي words ناخد input من المستخدم نعمل split بنعرف dictionary فاضي بنلف على كل كلمة وبنروح من عند باستخدام دالة ال get يبقى zero إذا مش موجود وبنضيف عليه واحد معنى ذلك إنه حنضيفه على dictionary أو إذا كان الكي موجود نعمل له زيادة بواحد وبنعمل update للقيمة هذه في الديكشنري خلينا نشغل نتأكد انه هو شغال وبدنا ناخد النص اللي كان انا عندي في المحاضرة اللي فاتت مهرج جري ورا السيارة والسيارة دخلت في الخيمة والخيمة سقطت على المهرج والسيارة دخله هنا اي انتر هيك جاب لي كل الكاونتس مرتبين لا في عندك هنا ذا في عندك كلاون مهرج يفترض السي قبل التي تمام فبالتالي هنا بنعملهم سورت فهنا سورت حسب الكي خلص بتعمل سورتد تمام وبتستدعي الكاونتس دوت ايتم بشكل مباشر بيرتبهم ترتيب ابجدي هذا المطلوب الاول تمام فهنا ايش جاب اول كلمه after a بعديها and a بعديها c car c clown d down f fell وهكذا طيب المطلوب الثاني انه احنا ايش بدنا نجيب كلمات الاعلى تكرار معنى ذلك انه انا بدي اعمل sort على حسب الفاليو ايش بسوي هنا sorted بنعبي له v و k
for k و v in counts dot item. هذا الكلام بنعبيه في الليست زي هيك. طبعا راح يكون ريفيرس لانه بدي اياه من الكبير للصغير واخذ التوب 5 اعلى 5. نعم، فبالتالي ايش المفروض يجيب لي اعلى 5؟ مين هم؟ الذا 7. مين في كمان؟ الثلاثة برضو كذلك، وهي في كمان ثلاثة، وفي اثنين. خلينا نشوف. اوكي نشغل هذه، نشغل هذه اللي هو المطلوب من الثاني. فجاب لي هنا فعلا اعلى 5 هي 7 3 3 2 2. تمام. واضح يا شباب؟ على الجيت هاب هذه ممكن نحطها في جملة برنت، وهنا التذكرة تبعت البرنت عشان ما احفظ لك اياه في ملف بايثون انه يكون برضو شغال معك. في اي سؤال؟